تحياتي ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من معسكر النادي الاهلي عشان نتعرف على كل الملف الطبي الخاص بلاعبي النادي الاهلي، الاصابات، كل حاجه تخص الجهاز الطبي ولاعبي النادي الاهلي. هيكون معانا الان الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. دكتور احمد، بقول لك اهلا بيك وتحياتي كابتن اسلام لحضرتك. اهلا بيك يا شريف، واهلا بالكابتن اسلام، وتحياتي للكابتن اسلام، تحيات شديده جدا. الاول نبدا بالمعسكر واصابات، وامبارح على السوشيال ميديا وطاهر محمد طاهر خرج مصاب واكرم كان بيعاني من بعض الاصابه، عاوزين نعرف موقفهم الاول. يعني هو الحمد لله النهارده كان كل اللاعبين بيشاركوا في التمرينه، كانت امبارح تمرينه قويه شويه، كان حصل كدمه بسيطه قوي في القدم لطاهر، كان يقدر يكمل عليها بقيه التمرين، كان فات تقريبا حوالي نص ساعه من التمرين، كان باقي وقت بسيط جدا، فضلنا عشان بس ما بقاش في تورم زياده ان طاهر يرتاح ونعمل له بقى الحاجات الاوليه عشان الاصابه ما تتفاقمش. يعني اللي هو تقريبا ما فيش اصابه، يعني حاجه وقائيه مش اكتر من كده. طاهر النهارده شارك مشاركه كامله في التدريبات، ما كانش عنده اي مشاكل، ما كانش عنده اي شكوى خالص. اصبح جاهز للمباراه؟ هو جاهز، هو مش اصبح، هو جاهز، هو احنا كانت حاجه وقائيه مش اكتر من كده. يعني بالنسبه لاكرم، احنا عارفين اكرم كانت الاصابه بتاعته كانت قبل مباراه الجابون مع المنتخب، كان حصل التحام شديد شويه، كان حصل فيه فتح في الجلد وكان فيه كسر في العظم بتاع الوجه، يعني عملوا له الفحوصات اللازمه، عملنا الاشعات المقطعيه، عرضنا الفحوصات بتاعته دي كلها على المتخصصين في جراحات الوجه والفكين، وكان في الجرح ده كان برضو تعامل مع استشاريين التجميل. الحمد لله امور اكرم دلوقتي بقت مستقره الى حد كبير جدا. طبعا هو كسر زي اي كسر، لازم في وقت علشان العظم يحصل فيه التئام، فبناخد تقريبا شهر ونص علشان يحصل الالتئام ده. في عظام الوجه الامور بتبقى اسرع شويه، انما بنبقى بنفس الحرص بنفس الوقايه لمده الست اسابيع دول او الشهر ونص دول. اول ما بيبدا يتعافى من الجروح، اول ما تبدا التورمات تقل، وده اللي حصل، اللي هو بعد اسبوعين بالظبط مع رجوع الدوليين للتدريبات كان اقرب من المشاركين في التدريبات دي ونزل فعلا اتمرن معانا. طبعا بالوقايه بقى اللي احنا قلنا عليها، ان هو لابس الماسك او قناع الوجه، ده بيحمي طبعا ان يحصل اي التحامات او اي اصابه تانية في المكان اللي هو فيه ضعف شويه. يلعب عادي، احنا طالما اتمرن عادي، طالما عمل كونتاكت سبورت، طالما نزل التدريبات بكل قوه وبكل التحام، مفيش اي احتياطات لاي التحامات، طبعا يقدر يلعب عادي. ان شاء الله يكون معانا في المباراه، مفيش اي بريكوشنز نعملها له غير ان احنا ملبسينه قناع الوجه وملتزمين بيه، وده ان شاء الله كافي تماما تماما ان شاء الله. في اصابات ثانيه في المعسكر؟ الحمد لله انا شايف النهارده في التمرين مفيش اي حاجه خالص. لا الحمد لله، يعني مش عايزين نحسد نفسنا، الحمد لله، الحمد لله ان شاء الله. طيب محمود متولي اصابه رباط صليبي، رجع بسرعه جدا، بعد ما رجع شايفين كل شويه اصابه كل شويه اصابه، ايه سبب الاصابات الكتير بعد الرباط الصليبي؟ والله هو برضه يعني مش ما فيش سبب اللي هو نقول محمود عنده مشكله فهي المشكله دي هي سبب الاصابات اللي بتحصل. اول سبب واهم سبب للاصابات الرياضيه الاصابات القدريه، ان هو يبقى انا قادر ان يحصل لي اصابه، بتبقى حاجات بسيطه جدا ممكن تعمل اصابه كبيره جدا. احنا دورنا ايه كاجهزه طبيه؟ ان احنا نحاول نخلي الريت او معدل الاصابات يكون قليل جدا، او ان احنا نحاول ان احنا نمنع الاصابه، او ان احنا نحاول ان احنا نقلل الاصابه بمعنى اصح. في حاله محمود هو رجع بعد الرباط الصليبي، كان راجع كويس جدا وكان راجع بقوه كويسه جدا، بعض التوازنات العضليه، بيرجع طبعا الرجل اليمين مش زي الرجل الشمال، فبيحصل بينتج عنه بعض الالتهابات في بعض الاوتار، علشان نصلح ده بناخد بعض الوقت نرجع تاني. فاللي انا عايز اقوله ان حتى الاصابه الاخيره هو مش بيعتبر اصابه، هو بعض الالتهابات في اوتار الركبه اليمين. كان متولي كان عامل الرباط الصليبي اللي فات كان في الركبه الشمال، اللي هي دلوقتي تماما سليم، ما فيهاش اي مشكله خالص. فيعني حاجات برضو ما بنقدرش ان احنا نلعب عليها عشان ما تزيدش وعشان ما تتفاقمش، فمدين له برنامج تاهيلي وبرنامج علاج طبيعي، في خلال اسبوعين ان شاء الله يكون خلصوا ويكون معانا في الفريق باذن الله. يعني بعد ماتش انبي في الكاس لما نرجع على القاهره باذن الله هيكون موجود معانا ان شاء الله. باذن الله احنا عملنا له حقنه بلازما، دي كانت امبارح مع اساتذتنا يعني، والحمد لله اموره ماشيه كويس جدا، ماشي في البرنامج التاهيلي بتاعه كويس جدا. ان شاء الله ايام بسيطه، مش هناخد وقت طويل يعني، انما هي اصابه خفيفه يعني مش اصابات بقد ما هي حاجات ليها علاقه بالحمل وليها علاقه بالتوازنات العضليه. بيرستاو والكلام والاجتهادات كثير جدا، والبعض راح خياله الواسع والخيال العلمي قال لك ده عنده اصابه مزمنه، هو هيقعد طول الدور الاولاني
واحنا اصلا ما نعرفش الدوري هيبدا امتى عشان الدوري الاولاني يخلص امتى، بس ايا كان هم كلهم ناس محترمين ونحترمهم يعني. انتقادات واسعه جدا في ملف بيرستاو الطبي، وبعد كده فوجئنا ان في جواب وصل من الاتحاد الجنوب افريقي ما يخص الحاله الصحيه لبيرستاو. عاوزين نعرف الحقيقه عبر شاشه قناه النادي الاهلي، ملف بيرستاو الحقيقه بالظبط، اصابته بالظبط. يعني هو يا شريف طبعا انت عشان معانا وكابتن اسلام طبعا عارف برضو ان الصفقات الجديده في النادي الاهلي بتعامل معامله لا خاصه جدا يعني. يعني ما فيش صفقه بتدخل الاهلي غير لما بنكون واثقين تماما طبيا ان هي ممتازه وان هي ما عندهاش اي مشاكل طبيه خالص. دي نقطه. النقطة الثانية، احنا في الاهلي احنا مؤسسة طبية، احنا مش فرد واحد هو اللي بيشتغل، احنا في 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 برامج موضوعة وفي برامج محطوطة، في في خطوات استباقية احنا بنعملها. دي مهمة جدا برضو في كل حاجة، في الصفقات الجديدة وحتى في اللاعبين اللي موجودين معانا. الحاجة الثالثة، الحاجة الأخيرة يعني اللي احنا بنعملها، ان كل اللاعبين اللي جم في الصفقات الجديدة احنا عملنا لهم كل الفحوصات، يعني فحوصات ممكن نقول أشعاعات ورنين على الجسم كله، فحصنا كل عضلة في الجسم، فحصنا كل مفصل في الجسم، عملنا تحاليل لكل حاجة ممكن تكون مؤثرة أو تكون لو صلحناها هتدي أداء أحسن. أو كل اللاعبين، انا عايز اقول لك حتى اللاعبين اللي راجعين من الاعارات عملنا لهم نفس الكلام ده علشان نطمن ان الفتره اللي كانوا فيها في الاعاره ما كانش فيها اي مشاكل نقدر ان احنا نستبق لو في اي حاجه تانية يعني. الحمد لله، الحمد لله كل الصفقات بتاعتنا كلها ممتازه. بيرستاو يعني اللي انا عايز اقوله ان هو مش اصابه مزمنه، مش اصابه قديمه، مش اصابه هتسيب اثار بعد كده خالص خالص. دي اصابه زي اي اصابه عضليه. كان مع المنتخب في التمرين اللي هي قبل اول مباراه تقريبا، كانت يوم 2/9، شعر ببعض الالام في العضله الضامه في الرجل اليمين. بلغ طبعا طبيب الفريق، وطبيب الفريق كان رايه بعد ما عمل له التستات الطبيه او الاختبارات الطبيه ان هو دي الام عاديه ممكن ناخد مسكن وممكن نلعب بيها. في الحقيقه في نقطه مهمه جدا، ان كان بيرستاو كان هو حتى بيحكي لي الهيستوري، وده اللي وصلنا برضو في الريبورت اللي جالنا من المنتخب الجنوب افريقي، ان هو كانت الشكوى بتاعته ما كانتش كبيره قوي يعني، ما كانش بيشتكي من الام شديده، كان مع القوه برضو ما كانش في الام شديده، فده اللي خلى يعني التعامل معاه كان يبقى بالصوره دي ان احنا ناخد مسكن ونقدر نلعب المباراه الاولى. نزل لعب المباراه الاولى، لعب تقريبا 60 دقيقه، كان يعني كان كويس ما اشتكاش بعدها. نزل لعب المباراه الثانيه كان حوالي 70 دقيقه، كان بدا الالم تزيد شويه. بعد ما وصل لنا بقى هنا بعد التوقف بتاع المنتخب، بدانا نعمل بقى احنا الفحوصات الطبيه بتاعتنا، وبدانا نعمل الاشعاعات اللي هي ما قبل اعتماد التعاقد. واللي انا عايز اقوله برضو ان بيبقى في شرط من شروط التعاقد ان هو لا يفعل الا بعد اجتياز الاختبار الطبي، ده مهم جدا يعني، وده بيدينا راحه كويسه جدا ان احنا بنعمل كل حاجه، وبيبقى يعني راينا في الاخر مهم جدا جدا يعني. بعد ما عملنا الفحوصات بتاعته تبين بقى طبعا ان في يعني زي مزق خفيف في العضله الضمه، كان في بعض التجمعات البسيطه بحيث برضو ان هو لعب عليها لعب عليها الفتره اللي فاتت. برضو اللي احنا عايزين نقوله لعب يعني، كان عنده اصابه ولعب بيها. طيب هو دي اصابه تكون يعني مزمنه او اصابه شديده او كلام؟ لا خالص خالص. احنا كل اللي احنا عملناه او دورنا احنا بعد الكام يوم اللي فاتوا دول، ان هو تقريبا قضى 10 ايام قبل ما يجي لنا بعد ما الاصابه حصلت، ان احنا عايزين نمنع ان يحصل اي تفاقم للاصابه، وعايزين نمنع اي مضاعفات من الاصابه انها تحصل، ان يحصل تكلس في العضله بسبب ان احنا ما عالجناش كويس، ان يحصل تليف في العضله بسبب ان احنا ما عالجناش كويس. وده اللي خلانا ناخد الخطوات دي، ان احنا نوقف طبعا تدريبات ونبدا ان احنا نديله بقى حقن بلازما، ان احنا نسحب شويه السوائل اللي كانت موجوده في العضله دي. والحمد لله اموره ممتازه. النهارده انا عايز اقول لك ان هو في التتش بدا التاهيل بتاعه، اخر خطوه في العلاج التاهيل خلاص، هو احنا في اخر خطوات فعلا. احنا دلوقتي العلاج التاهيلي بتاعه بدا. احنا طبعا بنبدا العلاج التاهيلي بالتماشي مع العلاج الطبيعي، مش بنوقف مرحله ونبدا مرحله، لا الاثنين بيبقى فيهم ميرج كده او بيبقى فيهم اندماج. ف
فهو كان بيعمل حاجات ليها علاقه برضه بالقوه، ليها علاقه بالحفاظ على العضلات. النهارده لا، بدا جري في الملعب، النهارده كان في شغل بالعجله، هيبقى في تطور يومي. طبعا شفناه بالسونار قبل ما نيجي المعسكر، وكانت امور الالتئام بتاع العضله ممتازه، فوق الممتازه كمان، يعني على غير المتوقع خالص. فده ان شاء الله يخلينا حتى اسرع في البرنامج التاهيلي بتاعه. ويعني انا عايز اقول لك ان المتوقع ان شاء الله يا رب ان شاء الله خلال اسبوعين كده ممكن نشوف اخبار كويسه ونلاقيه معانا في التدريبات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بالكلام الناس اللي بتقعد تكتب وتقول ده اصابات مزمنه واصل الاصابات وتاريخ الاصابات، بيجيب الكلام ده منين وهو الراجل محترف في اكبر دوريات العالم، اذا كان الدوري الانجليزي او حتى البلجيكي لما راح، او هو السوبر ستار بتاع منتخب جنوب افريقيا؟ والله يا شيف احنا تعودنا في النادي الاهلي، يعني اتعلمنا من اساتذتنا وتعلمنا من الكبار عندنا ان احنا مش اي حاجه بنرد عليها. يعني كتير بيتقال ان في اصابات في لاعب من اللاعبين، كتير بيتقال ان الاصابه ديت فيها مشكله، الاصابه ديت مزمنه، بيظهر تاني يوم الحقيقه، وبيظهر تاني يوم اللاعب في التدريبات، وبيظهر الاداء بتاعه، هو ده اللي بيرد على كل الناس دي. فمعلش يعني احنا مش كل خبر هيطلع، كل واحد هيطلع هنرد عليه. احنا بنشتغل الحمد لله، عندنا زي ما قلت لك مؤسسه طبيه في النادي الاهلي بيرأسها الدكتور محمد شوقي، يعني مؤسسه على مستوى عالي جدا من التنظيم ومن الاداره ومن الشغل ومن الاهتمام بادق التفاصيل. ويا رب يكون النتائج واضحه يعني بتاعه الشغل والعمل والاجتهاد ده، فما تقلقوش خالص، يعني ما فيش قلق. المرحله النهائيه في علاج بيرستاو والعلاج الطبيعي مع التاهيل، الاثنين مستمرين، فباذن الله اسبوعين او اقل يكون موجود في التمرين باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب الجهاز الطبي في النادي الاهلي انا عرفت ان هو في اجهزه حديثه تم شرائها، يعني مجلس الاداره وبالتحديد الكابتن محمود الخطيب وافق على كل الطلبات الخاصه بشراء الاجهزه الحديثه، وكان منها جهاز السونار، وكلها ارقام. يعني لما اعمل سونار لعيبه كتيره او اشاعات ولا حاجات كتيره كلها بره، بتكلف النادي الاهلي فلوس كتيره جدا. تم شراء هذه الاجهزه فعلا بالفعل جوه النادي الاهلي او الجهاز الطبي داخل النادي الاهلي؟ يعني الحمد لله احنا طلباتنا كتير شويه، احنا كجهاز طبي احنا طلباتنا كتير شويه. انما اللي انا عايز اقوله ان من اول ما جيت لغايه دلوقتي الحمد لله ما فيش طلب كان في بيقابله اي حتى اي نقاش حتى، يعني احنا فعلا محتاجين ده. احنا حتى لما بنقدم الطلبات احنا فعلا بنقدم الحاجات اللي هي احنا فعلا في احتياج ليها، اللي هي هتقدم لنا فعلا فايده في الجهاز الطبي، مش لمجرد ان احنا بس بنشتري اجهزه. حاجات ليها علاقه بسرعه الاستشفاء، حاجات ليها علاقه بسرعه الالتئام العضلي، حاجات ليها علاقه بسرعه تقليل الالتهابات الاوتار. الحمد لله لا وصلنا يعني عدد كبير جدا من الاجهزه الجديده. الكلام ده بدا، يعني رحله وصول الاجهزه دي بدات من قبل كاس العالم اللي فات من شهر 2 تقريبا، وما زالت الاجهزه تتوالى يعني لغايه اللحظه اللي احنا فيها ديت. لا في لسه اجهزه هتيجي ان شاء الله باذن الله، لغايه لما نقول يا رب كده الامور اكتملت واحنا ان شاء الله مش محتاجين اي حاجه، نبدا بقى نعمل ابجريد برضه، يعني مش هنبطل يعني نبدا بالظبط كده، نبدا نطور بقى في اللي موجود. فلا الحمد لله يعني بفضل ربنا طبعا ودعم الكابتن لينا احنا مش محتاجين اي حاجه، وكل حاجه بنطلبها بتكون موجوده الحمد لله. كده اللعيب ما يخرجش بره بيعمل الحاجات دي بره على حساب النادي؟ لا هو مش ما يخرجش، هو ما بيخرجش يعني 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 احنا الحمد لله ما عادش في لعيب بيخرج من عندنا خالص لاي حاجه، حتى عايز اقول لك الاشعات يعني تمام. يعني السونار عندنا احنا ارقام كبيره يا دكتور. طبعا طبعا، غير انك بتوفر ده انت حاجات كتير بقى، حاجات ليها علاقه بسريه اللاعب بتاعك، حاجات ليها علاقه بالمتابعه من غير مجهود، يعني انا مش محتاج ان انا ابعت اللاعب وحد يكتب ريبورت لا احنا دلوقتي بنشوف الحاجات بعينينا احنا، واحنا اللي بنقيمها يوميا في متابعات حتى الاصابات العضليه. عايز اقول لك يوميا احنا ممكن نقيم حاله العضله ونشوف التطور بتاعها ايه. فلا دي طبعا دي بتخلينا احنا عندنا الحمد لله ثقه واحنا منزلين اللاعب، في حين ان احنا بننزله في وقت الحمد لله كويس جدا، يعني معدل رجوع الاصابات عندنا الفتره اللي فاتت احسن، لان احنا مش هنقول عشان في ريسك احنا بنتحمله، لا علشان احنا شايفين كل حاجه، احنا قدرنا ان احنا نشوف كل حاجه. قلت لي الصفقات الجديده كلها بيتم عمل ليها كشف طبي وفحص لكل الصفقات، مصري اجنبي جاي من الاعراض، وانا اثق في هذا الكلام وملف طبي بقى. طب احنا رايحين على بطوله افريقيا، رايحين على كاس العالم، احنا بنعمل الكلام ده عشان كاس العالم وبطوله افريقيا، ولا الاهلي في ملف طبي لكل لاعب؟
لا احنا عندنا طبعا ملف طبي لكل لاعب، اللاعبين اللي موجودين معانا، اللاعبين الجداد بيتعمل لهم ملفات جديده طبعا فيها كل الهيستوري بتاعهم، بنقعد معاهم زي ما قلت لك احنا بنفحص كل عضله وكل مفصل في الجسم، بنعمل اشعات لكل عضله وكل مفصل في الجسم وده بيتحط في الهيستوري بتاعه، بنعمل دي ان ايه، بنعمل يعني بنعمل كل حاجه. بالنسبه بقى للتجهيزات احنا سنويا وده دي الريكومنديشنز بتاعه الفيفا وبتاعه الكاف، بنعمل حاجه اسمها بي سي ام اي اللي هو حاجه اسسمنت كده او زي مجموعه من الفحوصات الطبيه دي بتتعمل قبل كل موسم. احنا طبعا بنزود عليها شويه حاجات ليها علاقه بينا احنا كشغلنا يعني، دي ان شاء الله باذن الله في خلال الايام اللي جايه. احنا طبعا عاملين اللي فات لسه من شهر 2 او كان في شهر يناير تحديدا، اللي جاي لا هنعمله بدري شويه لان احنا هنبدا برضو بدري شويه قبل افريقيا ان شاء الله، قبل اول مباريات افريقيا هنكون مجهزين الملف ده هيكون جاهز للكاف، هيكون جاهز للفيفا علشان كاس العالم. ان شاء الله باذن الله تبقى امورنا كلها ممتازه ان شاء الله. اخر حاجه المصل الكورونا بقى ايا كان نوعه، يعني الجهاز الفني والطبي والاداري كله اخذ المصل وبعض اللاعبين، ناقص بقى بعض اللاعبين هيتم اعطائهم امتى؟ احنا عندنا بالظبط كده يعني عايز اقول لك حيره ان احنا ناخد الفاكسين امتى دي كانت حيره كبيره جدا، يعني ما فيش وقت والمباريات متلاحقه واللي مش موجودين معانا بيروحوا المنتخب واللي موجودين معانا محتاجين ان هم يرتاحوا وياخدوا الاجازات بتاعتهم، فكان صعب يعني صعب ان انا احرم الناس من خصوصا بيبقى في شويه اعراض كده تاني يوم ولا تالت يوم ولا حاجه. فوالله احنا في بلان ان احنا ان شاء الله باذن الله ممكن بعد مباراه انبي يعني ان شاء الله لو كانت يوم الاحد لا ممكن على طول بعدها باذن الله ندي الباقي اللاعبين ان شاء الله. كده خلصنا من الملف كله ان شاء الله، ملف التطعيمات يكون اتقفل ان شاء الله. احنا بنتمنى لك التوفيق وباذن الله القادم افضل للجهاز الطبي اللي بيعمل في صمت تام وشغله بيبان في الملعب. الحمد لله فضل من ربنا والله، يعني عايز اقول لك المنظومه كلها مجتهده الحمد لله، كل الجهاز معايا انا مش يعني ممكن اكون انا اللي بطلع اتكلم انما كل الجهاز بيجتهد، ده نتيجه شغل الناس كلها، الدكتور عبد المجيد رئيس الجزء بتاع العلاج الطبيعي، الدكتور بدوي، الدكتور وفائي في التاهيل، الدكتور طارق عبد العزيز رئيس برضه الجزء بتاع التأهيل، الدكتور محمد نجار، الكابتن محمود حمدي، يعني كلهم ناس بتجتهد جدا، المدلكين طبعا مش عايز انسى حد فيهم، ناس بتجتهد جدا وناس بتعمل باخلاص كبير جدا بغض النظر عن اي شيء، بغض النظر عن اي بقى تعب، عن اي ارهاق، عن اي اجهاد، هيجوا مثلا على وقتهم في بيوتهم، هيجوا على وقتهم في اعمالهم، الناس كلها بتجتهد وده الحمد لله النتيجه اللي احنا يا رب نستمر عليها باذن الله. شكرا لك. عفوا، شكرا شريف وشكرا ليك كابتن اسلام. كابتن اسلام، ده كان لقاء خاص وحصري لشاشه قناه النادي الاهلي، عرفنا كل التفاصيل الطبيه الخاصه بكل لاعبي النادي الاهلي من رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله. عوده ليك من جديد كابتن اسلام.